بطنجة. سعيد جدا بتواجدي أيضا مع جمهور طنجة، أحييكم جمهور طنجة. سعيد أيضا بأن يكون في الوترة مشارك أيضا ضمن لائحة من الأفلام المغربية المتواجدة في المسابقة الرسمية. شكرا. نهضر لكم على واحد الحلم اللي حلمه واحد السيد، اللي هو شيء مهم جدا في الحياة ديالنا أننا حلمه. حميد الرئيس أو حميد الصرغيني حلم حلم أنه يقدم يوما ما فيلم سينمائي يتحدث عن الأغنية الشعبية ويتحدث عن نفسه وعن أشياء اللي كتدخل في المجال ديالو في العالم ديالو. لكلهم استطاعوا أنهم وقبلوا أنهم يدخلوا لهذه المغامرة لأنها من إنتاج ذاتي، إنتاج خاص، وبالتالي كان هذا العمل هو ثمرة مجهود نتاع واحد طاقم فن كبير جدا اللي كنتمنى لهم أنهم فعلا أنهم يحققوا ذاتهم من خلال هذا العمل. ما نبقاش نحمل شي نهار نشوفها هنا صافي. هذا عرض داخل مهرجان الوطني في دورته 24 مهرجان طنجة للفيلم المغربي، وهو مهرجان مهم جدا بطبيعة الحال، مهرجان اللي كيقدم لنا أفلام مغربية مهمة جدا. هذا العرض كان أمام جمهور غفير، الحمد لله أنا كنت تجاوب كبير جدا وكان هناك فعلا استجابة. فيلم اللي كيحكي عن قصة هذا الفنان الشعبي شعيبة اللي جاء للدار البيضاء باش يوجد لنفسه مكان، لكن ظروف كثيرة جدا سنكتشفها بطبيعة الحال من خلال قصة الفيلم اللي غتخلي أنه يفقد كل شيء، يفقد نفسه وحياته وعائلته وأسرته ويفقد بزاف ديال الحوايج، وبالتالي فهو دعوة لكل من يريد أن يتغلب على نفسه أن يعيش الحلم مع الواقع وأن يربط حلمه دائما بالواقع. وشكرا. شعيبة ولد القيا. شعيبة ولد القيا، وهذه مرتي العينية، وهذا ولدي مينو عزيزي. جاري بقى في هذه المدينة. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم ولالا. شريفية. أشطار. وربع أدري النحاس. الله يبعد منك الباس. شريف. أشطار. عطاك جوج دريال صفرة. أبغيت ليك جوج بسخيط الوالدين. نهار الجمعة. شدك واحد يكتبك واحد يخلي داره. كنشكر الجمهور اللي فرح للفيلم، وهذاك غلبتني الدموع لان كتكون كدير واحد المنتوج وكتبغي تتقول يا ربي يرضي الناس، ما بالك مرضى الناس المهنيين والناس الصحفيين، وهذا تيشرفني باش نحاول بما امكن كاع داك الصعوبات اللي مريت منها، كصعوبات ماديه في التصوير، في معاناه كبيره بصراحه، لان ما غنبداوش نشكيو لان الجمهور ما يهمه هو ما يكون في الشاشه، اما اللي كوليس لان تصور في مده سنتين ونصف، حقبه الاولى ديال 1997 صورناها في 22، 2023 صورناها في 2023 في اماكن متعدده، حاولت ما امكن ما نديرش داك، واخا الانتاج كان ذاتي مع الشريك ديالي، مي حاولت ما امكن انا والدريس الروخ نحاولوا نطوروا الصناعه السينمائيه والسينما المغربيه اللي في امس الحاجه لهذ الاعمال اللي كتكون اعمال فيها طابع ديال الغناء، وما غادي يزيد اضافه هو ممثل يكون هو الشخصيه، هو فنان اصلا، لان انا غنحس كيفاش فنان كيدير. كانوا بزاف د الحوايج اللي ماشي هذه هي ماشي مصطنعه، لان صعيب باش نجيبوه. هذا مشروع كنت حامله على مده 10 سنين، كنمشي عند شركات مد لهم البروجي، ربما ما كيتناساوه وسامحهم الله، لان ربما كل واحد عنده توجه. حاولت ما امكن ندير شركه ديالي وركبت السفينه وغامرت، قلت لي ما بغيتش نديروا داك التصوير ديال
ديال كوغة اللي كاين. انا قبل ما نجلس مع الاخوان قالوا لي اشنا بغيت نسرب كوات الشيء في 10 ايام 12 يوم 20 يوم، قلت لهم لا انا هذا عمل ديالي. اول زياده بحال شي مولود عندك كتفرح به، كتجيب المراه كتوحم، كتجيب لها الرمان الفرحه، وملي كيتزاد واحد الفرحه اللي كيحس بها هو اللي كيكون عنده الابن. سيدي الحاج واش حنا كنكبروا ولا كنصغاروا؟ راه كبرنا على هادشي. يديك يوم بغينا نموتوا شويه الله شويه العبدو. سعيدة أنني شفت أخيرا فيلم الوترة اللي كنا صورناه شحال هذه سنوات هذه، وكنت متشوقة بزاف أنني نشوفه، وسعيدة بزاف أنني شفته في هذا المهرجان هذا الوطني في المباراة الرسمية. كنت متشوقة نشوفه لأنني يعني كنتذكر الكواليس اللي كانت مرات واحد الروح زوينة، روح الفكاهة مع سي سرغيني، يعني عنده الروح ديالو جميلة جدا مع سي دريس الروخ تحت الإدارة ديالو، يعني جي غاردي دو تري بو سوفنير. وتشوقت انني نشوف لو فيلم بحالي بحال كاع الجمهور وانا يمكن اكثر، ومني شفته يعني عجبني الحال لان حتى الجمهور تفاعل معاه بواحد الشكل زوين، وانا كنتوقع على هذا الفيلم هذا نجاح جماهيري ان شاء الله. صراحة أنا فرحان بزاف نخوض التجربة مع نجوم سينمائيين، وفرحان نخدم مع المخرج أستاذ دريس الروخ. تسنيت هاد الفرصة تقريبا من بدايات، وخانا في البدايات من 2016 تسنيت بأني نخدم مع مخرج بحاله، ونلت الشرف أني نشتغل معاه كممثل ومخرج، يعني خديت معاه لعبت معاه مشاهد، وكان صراحة أعطاني بزاف في التجربة هذه. بكل صراحة الفيلم عنده واحد البعد إنساني عميق، بحال كتشد خمسة الأفلام وكتمزجهم ما بين الدراما ما بين الأكشن، وصراحة تجربة اللي طورات مني نفسيا، وعطتني الثقة في النفس اللي نقدر نزيد إن شاء الله من القدام ونزيد نتعلم من مخرجين أخرين.